السلام عليكم ورحمة الله. Hello everybody, this is lesson 7 which is recognition signs of clinical deterioration. Let's start. Products are shown for demonstration purposes only. The AHA does not endorse or recommend any specific manufacturer or product. In order to show skills clearly, the healthcare providers in this video do not always use personal protective equipment, such as gloves. Often, nurses, physicians, or family members who are concerned that a patient is deteriorating can activate the rapid response system in the hospital. Also, paramedics, using critical thinking skills, can act on signs of clinical deterioration by treating the patient and rapidly transporting the patient to the emergency department. Some rapid response systems weigh, combine, and score specific physiologic criteria to determine when to act. The following list gives examples of such criteria for adult patients. Threatened airway, respiratory rate less than 6 or greater than 30 breaths per minute, heart rate less than 40 or greater than 140 per minute, systolic blood pressure less than 90 millimeters of mercury, symptomatic hypertension, unexpected decrease in level of consciousness, unexplained agitation, seizure, significant decrease in urine output, and subjective concern about the patient. طيب هنا يتكلم عن الـ clinical signs أو signs of clinical deterioration. يعني بتاعي إحنا بنقدر نعرف إنه العيان ده بدأ يحصل له تدهور من الناحية السريرية، ومتين نقدر نعمل activation لكود بلو. كود بلو دي معناها شنو؟ التيم بتاع الريسيسيتيشن بيجي جاري. مجرد انت ما دوست كود بلو معناها في حاله emergency، معناها في patient is deteriorating، معناها ممكن يخش في arrest، even ممكن يحصل له arrest ويحتاج لشنو؟ لانعاش ولريسيسيتيشن وكده. فهي دي a science of clinical deterioration. لو لاحظتوا ان science of clinical deterioration دي فيها اول حاجه البلود بريشر لو كان في هايبوتنشن، يعني السيستوليك نزل اقل من 90، كويس احنا ممكن نجيبه بس دقيقه، او في هايبرتنشن، او الهارت ريت زاد فوق ال 140 او قل من ال 40، او لوس اوف كونشسنس، سيجرز، الحاجات دي كلها احنا ممكن نطلع عليها. يلا عندنا الثريتن ايرواي، وكان البيشنت الايرواي بتاعه في ثريتن، يعني حاصل له سوالينج، عنده كان ديفتيريا، عنده انجيو اوديما، حاصل له هير داي بويزنينج. الايرواي ثريتن يعني ماشي يقفل، او في عضته نحل في وشه، الوش بقى وارم، في ريسك بتاع انه الايرواي يحصل له كلوجر. ده ما خلاص لو حصل كلوجر طبعا، او حصل اللي بيسموه ثريتن ايرواي، الايرواي ما استوي ممكن يقفل. دي واحد من الساينس اوف كلينيكال ديتيريوريشن. ريسبيراتوري ريت زاد اكثر من 30 بيت بريس بير مينيت او اقل من 6 بريس بير مينيت. الهارت ريت زاد اكثر من 140 او اقل اكثر من 40 بير مينيت. البلوك بريشر يكون فيها هايبوتنشن، السيستوليك اقل من 90، او في سيستميك هايبرتنشن عالي فوق ال 180 او كده يعني. كويس؟ ثاني عندنا ال decrease level of consciousness. عندنا unexpected decrease in level of consciousness. unexplained agitation، لأنه البيشنت لما يحصل له هايبوكسيا، برين هايبوكسيا بيكون agitated، بيكون هايج، برضه الهايبوغلايسيميا بتخليه هايج، برضه لو في حاجة اسمها لو في متابوليك ديستربنس، اسيدوزيس أو أي واحد من الإلكترو يعني متابوليك ديستربنس أو ايفن سبسيس اللي هو حاجه بسموها اللي هو بسموها هناي ديليريوم او اكيوت كونفيوجنال سيندروم، اللي هو ديليريوم يعني زي الهلوسه، الاعيان بيكون اجيتيتد وكده، فدي برضو از نوت جود. سيجرز تشنجات از نوت جود. ديكريز سيجنيفيكانت ديكريز في رينال اوتبوت، معناها حصل شت داون للرينال، معناها البيشنت حصل له ديتيريوريشن. برضو فاينلي سبجكتيف كونسيرن اباوت ذا بيشنت، يعني ايوه يعني
زي ما بيقولوا شنو يعني خوف على العيان، كونسيرن الفاميلي ممبر كونسيرن انه العيان ده ما على طبيعته كويس، مثلا راجل كبير انت مثلا، لكن هم الكونسيرن انه والله دي ما طبيعته، حصل له فجأة تغيير. فالسبجكتيف، السبجكتيف اللي هو حاجة ما نسبية، يعني النسبية انه الناس لاحظوا، ما في حاجة ميجر، ما في حاجة مقيوسة، لا في حرارة عالية، لكن هم لاحظوا في خوف على العيان، خايفين على العيان ده لانه حاسين انه دي ما طبيعته، فدي بسموها subjective concern about sedation. كل ديل بنعتبرهم signs of clinical deterioration، وممكن ال deterioration ده يحتاج ليه انك تعمل activation لكود بلو اللي هي شنو؟ اللي هي بيجيب التيم المسؤول من الريسستيشن. طيب نشوف ال questions. question number one: what are three signs of clinical deterioration that would cause activation of rapid response system. طيب قال seizures, shortness of breath, significant decrease in urine output. طيب قال diastolic blood pressure أقل من 90, cyanosis, shortness of breath. طيب قال symptomatic hypertension, unexplained agitation, seizures. طيب shortness of breath, unexplained agitation, systolic blood pressure أقل من 90. طيب نحن هسه لو لاحظنا الأولى لو مسكناها decrease, significant decrease in urine output موجودة، seizures موجودة، لكن shortness of breath ما موجودة، shortness of breath ما موجودة، ما هي respiratory rate كان أكثر من 34 أو أقل من 6، لكن كونه حصل بضيق نفس is not. طيب diastolic blood pressure أقل من 90 yes, cyanosis وshortness of breath ما 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 تبعنا، ما تبع اللي ذكروه. الفئة كل اللي ذكروه هي symptomatic hypertension, unexplained agitation, seizures. دي المفروض يكون الإجابة الصحيحة. طيب السؤال الثاني والأخير في السيشن ده قال what is the purpose of rapid response team and medical emergency team. Choose the correct opinion. Select submission. طيب measure and improve patient care, identify and treat early clinical deterioration, evaluate and treat trauma related injury, monitor and evaluate basic life support. طيب اول حاجه الرابيد ريسبونس تيم ده تيم بيكون في المستشفى مكون من مختلف الاطباء نيرسز كده مسؤول عن كود بلو، لما يعني يضربوا كود بلو في اي عنبر او في اي وورد او في اي قسم حصل بيشن في الجراحه في الباطنيه في في اي حته حصل لي ديتيريوريشن وقام الاصطاف هناك اكتيفيت كود بلو بيجي الرابيد ريسبونس تيم بيجي يعني. الميديكال ايمرجنسي تيم هو ميديكال تيم مكون من اطباء بيكون موجود في الايمرجنسي روم، الحالات اللي بتيجي شنو بتيجي يعني بعد ما ينتهوا ناس الرابيد ريسبونس تيم الميديكال ايمرجنسي تيم اللي هو بيكون اطباء بيجوا وبيعملوا، لانه ده بيشيلوا هيستوري ولازم يعرفوا المشكله شنو، ديك ما شغلهم ريسيتيشن فنتيليشن اير واي كويس، بعد ذاك الهارت لو هنا تشيست كومبريشن، بعد ذاك العيان المشكله كانت شنو دي الميديكال ايمرجنسي تيم اللي هو مكون من اطباء. طيب فنحن measure and improve patient care لا ما 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 احنا ديل ما not for يعني ديل حاجة life threatening. identify and treat early clinical deterioration ممكن لكن early اوكي ممكن. evaluate and treat trauma related injury لا دي ناس الجراحة وناس التروما تيم. طيب monitor and evaluate basic life support care واحد من الاثنين ديل، واحد من الاثنين ديل طبعا مونيتور اند ايفالويت لايف سبورت كير يس. انا اعتقد انه دي غلط، هتكون الاجابه الصحيحه الجبال حددناها يس. هو طبعا
باك عشان نناقش السؤال ده. طبعا زي ما قلنا هم مسؤولين من الموضوع الكلينيكال ديتيريوريشن، بس هنا بيضلل كلمة ايرلي، لانه ايرلي لما يحصل كلينيكال ديتيريوريشن ايرلي الاستاف في الامبر هو اللي بيعمل يعني هو اللي بيعمل اسسمنت لما يكون ايرلي، لكن لما يلقى انه في خلاص بدا يحصل كلينيكال ديتيريوريشن سيجرز وكده طوال بيتصلوا بال الرابيد ريسبونس تيم والميديكال ايمرجنسي تيم. اللايف سبورت طبعا مسؤوليتهم، لكن شنو ما مونيتور ان ايفالويت ابلكيشن عديل اوف لايف سبورت، فهي بس دي الاثنين. فذيس از ذا كوريكت انسر، ثانك يو فيري ماتش. ذا نيكست هنا هو الاكيوت كوروناري سيندروم، ثانك يو فيري ماتش.